يجري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم زيارة رسمية إلى اسكتلندا، حيث سيدعو إلى الوحدة في مواجهة تحذيرات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. ستكون اسكتلندا المحطة الأولى في جولة جونسون في مختلف أرجاء المملكة المتحدة، إذ يسعى رئيس الوزراء خلال هذه الجولة لدعم خطته للخروج من الاتحاد ويضع حدا للتصريحات حول احتمال حل الاتحاد.